فاز في لقاء ايضا يوم الاربعاء كان على بورنوس بنتيجه 5-1. فريق يبحث في مباراه اليوم نادي الارسنال عن تضييع اللاعب بيرتونجن وتمريره الى تريبير، حماس كبير والعرضيه، ولكن على طول الكره تبعت بدايه وانياما مكان وينكس، وايضا يبدا في مباراه اليوم نادي الارسنال بفرصه كبيره هنا عن طريق اللاعب لاكازيت في اللقطه الماضيه، وايضا يبدا بيرتونجن في مباراه اليوم. ثلاثه اللي بيلعبوا في دفاع نادي طبعا السبيرز هيد غوتن اوسبر، يعني بيحاولوا يستطيعوا ايقاف مختريان ولاكازيت وايوبي، ووجود طبعا رمز النهارده من بدايه المباراه، لكن ايضا كان سجل ركله الجزاء في لقاء 4-2 ثم فوز 2 لا شيء في كاس الرابطه. لكن خلوني والفراد للارسنال الجالرز، ارون رمزي يا ولد على المراوغه، ويا ولد على الثبات، ويا ولد على النجوميه، ويا ولد على الارسنال، يا ولد يا ولد يا ولد. كره الجالرز، كره الارسنال هي الاجمل هي الامتع، وعندما ياتي هنا في هذه اللقطه ديفينسون سانشيز بخطا في التعامل مع الكره، والكره اللي اتلعبت بشكل رائع من جانب لاكازيت وارون رمزي، كلمه السر في مباراه اليوم اللي بيسجل بعد خطا فادح من جانب اللاعب طلق يعني من قبل نص الملعب وراح وحط وانياما في ظهره وراوغ، وادي التعادل يا ولد يا ولد يا ولد على التعادل. لكن رايه وتسلل، هدف التعادل بيسجل هنا عن طريق النجم هاري كين، ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل والرايه المرفوعه في اللقطه الماضيه. سون وانج مين الكوري المتالق يعدي ويفوت ومر وتوغل، ولكن اتاخر في الكبيره جدا لما سجل ارون رمزي في الدقيقه 16. ادي ارون رمزي الكره العرضيه لكن الى في الى خارج الملعب. لمسه على طول من تريبير مسانده من سيسوكو في وسط الملعب، عوده ايوبي الادوار الدفاعيه، عاد سيسوكو عنده الرغبه انه يلعب العرضيه على طول من جانب داني روز، تحرك من سون وانج مين جميل جدا، سون وانج مين يخطف الكره لكن ترتطم في كل تمرير الى اريكسن بحاوله الاختراق، اريكسن الزاويه الضيقه ولكن الى خارج الملعب. نادي امامنا اريكسن واحد من اللاعبين والنجوم المميزين لنادي النادي الارسنال احسن توتنهام، ودي فرصه جديده لكازيت، ولكن على طول كره كان فيها تقدم من جانب كوتسيلني اللي جاب 3 اهداف في هذا الموسم، سجل في تشيلسي وفي للظروف اللي حضراتكم عارفينها، اجراءات السلامه واجهزه كشف الحرائق والانذار، اللي عامل دور دفاعي مع تشاكا، لكن المره دي بيرتونجن يا تسديدتك الحلوه، لكن فين تسديدتك الحلوه فين الى خارج الملعب. وادي المساحه والانطلاق، ايوبي في مراوغه ومناوره، يفتح زاويه التسديد ولكن المره دي يتالق وجول ريسا وفرصه كوينكس. كان لعب المباراه الاخيره يوم الاربعاء امام فريق تشيلسي، كره عرضيه ممكن هدف التعادل ولكن يا ولد صارت سريعه للمنطلق واللي سجل هنا. ادي فرصه تسجيل يضيع اريكسن، مش ممكن يا سيسوكو، مش ممكن يا سيسوكو، ولينو اي تصدي واي متعه على غرار ما يقوم به مانويل نوير مع البايرن ميونخ وكذلك تير شتيجن في حراسه مرمى البارسا. ادي امامنا الكره الاولى حلوه قوي في الجانب اليمين امامنا تريبيير ويطلبها اريكسن، لكن عملها وحشه قوي، عملها وحشه جدا في اللقطه البطيئة. لوكاس تونيرا مكان ماتيو جوندوزي وكره بدون عنوان امامنا، رقم ابطالها ببراعه حارس لوريس، انطلاقه حلوه لاتشو مونريال والتاني بيضيع، التاني مش ممكن انا كذبت، الكره لا تحتاج الا دقه التسديد وكره قد يندم عليها الجنر. شوف فرصه للتسجيل في الدقيقه 53، تمريره حلوه وتحرك توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، انطلاقه من جانب اوباميانج وتسديده، لكن بعد بنسو المره دي وصراع في الكره الماضيه ما بين اوباميانج فوز كاد لفريق نادي توتنهام. كره العاليه امامنا الصراع وتتخلص حلوه، فرصه الدربرج فيما دخل بديلا في الدقيقه 59 مكان وانياما، وادي مختريان وروزي ضيع ولينو، مش ممكن هاري كين، لكن فاول في فاول مش ممكن ابدا. داني روز في اللقطه الماضيه لم يسجل منذ ان سجل في مرمى ليفربول وبيرلي في موسم 2000 بعد هذا التدخل العنيف مع برنارد لينو، كره عاليه هاري كين والصراع والمطالبه بركله جزاء وتيلور ان هنا الكره الثابته وركله الجزاء، هاري كين يسجل التعادل، ياتي التعادل هنا للسبيرز في الدقيقة 74، ركلة الجزاء نتحدث عنها نتركها للاستوديو التحليلي، هل هناك تسلل على هاري كين؟ لكن كانت الدفعة موجودة من جانب مصطفي، لم يتردد أنتوني تيلور، ولكن يبقى الهدف، يبقى اللقاء مصطفي